تحصلت على المرتبة الثالثة وطنيا والأولى ولائيا بولاية المسيلة من متوسطة العقيد الحواز. تحصلت على معدل 19.87. وأشكر أمي وأختي وكل الأسرة، وأهدي هذا النجاح لأمي وأختي ووالدي رحمه الله وكل الأسرة والطاقم التربوي والإداري بمتوسطة العقيد الحواز. الحمد لله رب العالمين أنه ربي وفق بنيتي تحصلت على هذا المعدل، وكانت فخر للعائلة، لي أولا ولوالدها ربي يرحمه ولعائلتها ولولاية المسيلة بصفة عامة.